الحكاية اللي هنحكيها النهاردة يا رجالة فيها دروس كتير نتعلمها، نتعلم منها طاعة ربنا، ونتعلم منها الاتكال عليه، ونتعلم منها حاجات كتير تاني. لكن دلوقتي خلينا نسمعها الأول. قولينا بس عمين الحكاية دي. الحكاية عن النبي يونان، يونان ابن أمتاي. ربنا أمر يونان ابن أمتاي إنه يطلع على نينوى، ونينوى دي كانت مدينة عظيمة، ويبلغ أهلها إن خطيتهم زادت قوي. أنا إيه اللي يوديني نينوى وأقول للأهلها اللي هم أعدائنا الكلام ده؟ أنا شوف لي حتة تانية روح. امسك يا ريس. ارمي ايوه كده، اربط بقى على البركه. يا ريس على فين العزم؟ احنا طالعين على ترشيش معاكم، ان شاء الله تكونوا رايحين فين، المهم ما تكونوش رايحين نينوى. يلا تعالى ادفع اجرتك واطلع على المركب. الجو مغيم كده وشكله مش قوي. الغريب ان الجو في الوقت ده عمره ما بيغيم. يا ريت حظنا يبقى حلو وما يقلبش، احسن لما بيقلب من غير مناسبه بتبقى مصيبه. ايه ده، في مطره والريح ابتدت تقوم. لم القلعه ده الريح شدت قوي. المركب هتتكسر يا رجاله. يا ريس المركب بقى زي الريشه في الموج. امسك معايا، شد القلع. فين يونان يا رجالة؟ ارمي الحاجات اللي ملهاش لازمة عندك. يا اخوانا فين يونان؟ حد يشوفونا في اي حتة. اهو كان نايم تحت. انت نايم والمركب هتغرق باللي فيها. وصلي وادعي لإلهك يمكن ينقذنا من الغرق والموت. احنا بس عملنا ايه عشان يجرالنا كل اللي احنا فيه ده؟ لازم واحد فينا عامل حاجة غلط. ايه رأيكم نعمل قرعة ونعرف من السبب ونرميه في البحر عشان كلنا ننجى من الموت؟ ايوه نعمل قرعة. يلا نعمل قرعة. هي القرعة. القرعة وقعت على يونان. يونان؟ قولنا ايه اللي انت عملته وايه اللي بيحصل لنا بسببك؟ انت بتشتغل ايه؟ انت من اني بلد ومن اني عيلة؟ أنا عبراني، يعني من بني إسرائيل، وبصراحة أنا خايف من ربنا اللي قادر على كل شيء، اللي عمل البر والبحر. وإيه اللي مخوفك منه؟ إيه اللي عملته وخلاك خايف كده؟ الصراحة أنا هربان منه. وليه بس تعمل كده؟ دلوقتي نعمل إيه معاك عشان البحر يهدى؟ ها اتكلم، ده الموج بيعلى والبحر ملوش كبير. أحسن حاجة إنكوا ترموني في البحر، ساعتها البحر هيهدى وإنتوا تنجوا من الموت، عشان انا عارف ان العواصف دي كلها قامت بسببي. لكن المراكبية ما سمعوش كلام يونان ولا رموه في البحر زي ما طلب منهم، لكن حاولوا يطلعوا على البر. جدفوا للبر يا رجالة. يلا ايد واحدة كلنا. هيلا هوب هيلا هوب. مفيش فايدة يا رجالة، الموج بيعلى اكتر والبحر بيهيج زيادة عن الاول. نعمل ايه بس يا رجالة؟ يا ربي نجينا كده عشان يعيش الراجل اللي معانا ده، وما تحملناش ذنبه وهو بريء. مفيش قدامنا حل عشان ننقذ كل الناس اللي في المركب غير اننا نضحي بيونان ونرميه في البحر. يظهر هو ده الحل الصحيح. اتفقنا، يلا بينا. هيلا ابتدى يهدى من اول ما رمينا يونان. ده معناه ان هو كان السبب في العواصف. يظهر ان محدش يقدر يهرب من الله اللي بيعبده يونان ده. يظهر انه فعلا زي ما قال يونان، هو رب السما اللي قادر على كل شيء. لازم نعمل حاجه، نقدم لله ذبيحه ولا ننذر نذر. ايه
وفي أثناء يونان ما كان نازل لأعماق البحر تاب وصرخ لله عشان ينجده، وهو بيصرخ نادر حياته علشان يخدم ربه ويسمع أوامره. في الوقت ده ربنا جهز حوت علشان ينقذ يونان وبعته للحتة اللي ترمى فيها، قام بلع يونان وخلاه في جوفه. وهو في جوف الحوت شكر يونان الله: أنا استنجدت بالرب في دقيقتي فاستجاب لي، ومن جوف الأرض دعيت فسمع صوتي. أنت رمتني في الموج العالي في قلب البحر فحصرتني المية من كل ناحية والموج لفني، فقلت لنفسي أني انطردت من قدامك وما عدتش أشوف بيتك المقدس. المية غطتني والموج حوطني وأعشاب البحر لفت حوالين راسي. أنا نزلت لغاية أساسات الجبال ووصلت لغاية أسافل الأرض وكأني اتحبست فيها للأبد، لكن أنت اللي تخرجني من الحفرة يا رب يا إلهي. لما حسيت أني ضعيف افتكرت إلهي فرفعت لك صلاتي. ده الناس اللي بيعبدوا الأصنام اللي ما فيهاش فايدة بيحرموا نفسهم من نعمة خلاصك، أما أنا فبقدم لك ذبيحة بالتسبيح والحمد وندوري بوفيها لك علشان الخلاص من عندك يا رب. في الوقت ده ربنا أمر الحوت أنه يخرج يونان من جوفه على الشاطئ، ومرة تانية الله يؤمر يونان أنه يروح نينوى ويبلغ أهلها بالرسالة اللي بعتها لهم. أنا لازم المرة دي أروح حالا على نينوى. وفضل يونان ماشي في نينوى لمدة يوم، وبعدين: يا أهل نينوى، يا أهل المدينة العظيمة، اسمعوا كلكم، بعد 40 يوم المدينة كلها هتخرب. يا أهل نينوى، يا أهل المدينة العظيمة، قوموا قوموا يا أهل البلد، قوموا قوموا بينا نصوم ونلبس هدوم الحزن والندم، نلبس هدوم الحزن والندم على خطيتنا عشان ربنا يرحمنا. يلا الكبير قبل الصغير. مش معقول، ده حتى الملك كمان لابس هدوم الحزن والندم وهو قايم يصدر أمره للناس. يا ترى هيقول ايه؟ يا ترى هيقول ايه؟ كل الناس تسمع وتنتبه، في أوامر من الملك لكل الناس بأمر من جلالة الملك المعظم وكل الوزراء. محدش من الناس ياكل ولا يشرب، مش بس الناس ده كمان البهايم والغنم والبقر. وعلى كل الناس والبهايم يلبسوا المسوح دليل الحزن والندم، ويدعوا ربنا وهم بيتوبوا عن شرهم والظلم اللي ارتكبوه عشان الله يرحمنا ويرجع عن غضبه فما يموتناش بأمر من جلالة الملك المعظم. وكل وفعلا ربنا تاب على أهل نينوى وقبل توبتهم وعدل عن العقاب اللي كان عايز يعاقبهم بيه، وهو خراب بلدهم. مش معقولة، إيه اللي بيحصل ده؟ بقى بعد ما ربنا يخليني آجي وحذر الناس وأقول لهم إنه هيخرب بلدهم يرجع ويسامحهم؟ نابي ايه ابقى انا دلوقتي؟
مش ده يا رب الكلام اللي انا قلته وانا في بيتي؟ وعشان كده هربت ورحت ترشيش. انا كنت عارف انك اله رحيم وعطوف، مش بسرعة بتغضب، واحساناتك كتيرة وبترجع عن العقاب. خليني اموت دلوقتي، انا الموت احسن لي من العيشة دي. في الوقت ده الله كلم يونان وقال له ان ملهوش حق يغضب الغضب ده. قام خرج يونان من نينوى ونصب لنفسه حاجة تضلل عليه، وقعد يتفرج على اللي بيحصل مع الناس. ايه ده؟ دي شجرة عمالة تكبر وتضلل عليا. اخيرا في حاجة كويسة ربنا بيعملها معايا. وتاني يوم الفجر طلع يونان يبص على الشجرة، فلقى ان دودة جت وأرادتها، فنشفت ودبلت، فحزن يونان. ياه الشمس سخنة قوي، أنا تعبت منها، ما عدتش قادر أقف على رجلي من الحر. هتاخدني بقى يا رب وتريحني، أنا الموت أحسن لي من العيشة دي. وكلم ربنا يونان وسأله إن كان عنده حق يزعل عشان الشجرة اللي طلعت وماتت في يوم واحد. أمال يا رب، طبعا ليا حق أزعل عليها وأموت من الزعل. وقال الله ليونان إنه زعلان على الشجرة اللي ما تعبش فيها ولا رباها، اللي يدوب عمرها ليلة واحدة. وهو كمان لازم كان يزعل على شعب نينوى اللي يجوا أكتر من 120,000 بني آدم مش دريانين بعيشتهم، ده طبعا غير البهايم اللي ملهاش عدد. طبعا يا جماعة، ما هو ربنا هو اللي خلقنا وحبنا وعمل عشاننا حاجات كتيرة، مش برضو يغضب ربنا ان احنا نعيش في الخطية ونبعد عن طريقه؟ لكن لما احنا نتوب عن الخطية ونرجع له يسامحنا، ده طبعا غير انه فدانا وخلصنا من الخطية وعقابها لما المسيح مات على الصليب.